أطلق صباح اليوم وزير المياه صديق عبد الكريم حجار بمقر حوض بحيرة تشاد أطلق أعمال الورشة التفاكرية حول الاتفاقية المبرمة في عام 1992 والمتعلقة بتقاسم المياه الإقليمية بحضور عدد من الخبراء بوزارة المياه. تقرير عائشة أحمد دكي. تنظيم وإدارة المياه الإقليمية في الحدود بين الدول المجاورة هو الشغل الشاغل في الوقت الحاضر، حيث تسعى السلطات العليا إلى تحسين وتوفير المياه الصالحة للسكان. هذا ما استدعى وزارة المياه والصرف الصحي بتنظيم ورشة تدريبية لتبادل المعلومات حول الاتفاقية المبرمة في عام 1992 لتقاسم المياه الحدودية القاضي بحماية وطرق استخدام المجاري المائية داخل الحدود المعترف بها دوليا. الأمين المكلف بالتحالف كومينال سينجيبانا رحب في مداخلته بجميع الحضور وقال بأن البلاد لها دور فعال في هذا المجال منذ استقلالها وإدارتها لحوض بحيرة تشاد. في كلمته الافتتاحية وزير المياه والصرف الصحي صديق عبد الكريم حجار تحدث عن الهدف الأساسي من هذه الورشة. كيف كان مش المشكلة حصل بين الدول ده في سبب أن الألم ده كيف يهلوه وكيف الألم ده يقدروا يحافظوا عليه عشان ما يجي فوق تلوث وبوليسيون وكي. القانون للأمم المتحدة حصل عندها ده دارين الناس ده كله كي الدول الآخرين كله كي يجوا يندسوا فوق عشان في قوانين يقدر يحل مشاكل كتير عن المياه. وفي نهاية المناسبة تم عرض لأهم النقاط التي تساعد في كيفية إدارة المياه بشكل جيد ومنتظم لأجل ضمان وسلامة المياه.